بعض المغربيات في الزواج بالخليجيين ماشي عيب. اه انت لك الدجاجه كتبدا تذهب سيدان بالبينه كتمشي الخليجي علاش على قبل الفلوس؟ كنا خدامين ما غتلتاجئي للسعودي، ملي كيتغمضوا لك عينيك كتلتاجئي لدوك السعودي. اش كتقولي؟ كتقولي هذا هو المتنفس الوحيد ديالي، هو اللي غي مثلا غيلبي ليا كاع الطلب المتطلبات اللي كنبغي انا غيلبيهم ليا، واخا هو راه في داخل ديالك انت ما باغيش وما راضيش على داكشي اللي كديري وما راضيش على داكشي اللي باغا بزاف بزاف فهمتيني. بالبلا الخليجي هو فرصه لا تعوض. المغربيات مابقاوش كيبغيو الخليجيين. بالنسبه للخليجيين ولينا كنشوفوا عليهم بزاف الحوايج هنا خايبين، كيطيحوا بنات المغرب. اراء الناس اختلفت، كاين اللي شاف الظاهره قلات وكاين اللي شافها كثرات، لكن اللي ما اختلفوش عليه الناس هو ان الدافع الاساسي في هذه الظاهره مرتبط بقيمه الدرهم والسنتيم.